السلام عليكم. في دقيقتين نقولها، الملاحظ أنه في سيدي عقبة عيناقة مزيرعة زريبة الواد خنقة سيدي ناجي الفيض الحوش زريبة حامد، هذه منطقة الزاب الشرقية كلها ينعدم فيها الأطباء المتخصصون، ومرضى هذه المناطق يقصدون عاصمة الولاية أو يقصدون ربما أماكن أخرى وولايات أخرى. فالسبب لماذا لا يتواجد أطباء متخصصون في شتى التخصصات في هذه المنطقة؟ فهذا السؤال يطرح نفسه، لعله يجد جوابا عند أطباء متخصصين يهمهم الأمر ربما أن يفتحوا عيادات في هذه المنطقة ويخففوا عن المرضى، لأن وقع جميع المرضى لهذه المناطق يقصدون عاصمة الولاية. كذلك شيء آخر وهو انعدام مخبر للتحاليل الطبية في الزاب الشرقي كله، لا توجد مخبر للتحاليل الطبية رغم كثافة السكان، رغم المنطقة يعني مزدهرة بالمناطق الفلاحية والزراعية وكثافة سكانية يعني ما شاء الله، لكن مخبر للتحاليل الطبية تنعدم بجهة الزاب الشرقية كلها. إن شاء الله يصل هذا الكلام في دقيقتين، يصل لمن يهمه الأمر، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والسلام عليكم.